أهلا بكم من جديد مشاهدينا. دعونا نذهب الآن إلى أعماق البحار، تحديدا في العقبة في الأردن، فقد استطاع فريق 166.6 تحطيم الرقم القياسي في خليج العقبة الأردني بالغوص إلى عمق 167 مترا. وطبعا عملية الغوص هذه استمرت نحو 4 ساعات، شارك فيها عدد من الغطاسين العالميين والأردنيين. وتأتي هذه المغامرة في سياق تشجيع السياحة وصناعة الغوص، بالإضافة إلى الحفاظ على البيئة البحرية في العقبة. غسان أبو لوز والتفاصيل. المغامرة التي مضى على ترتيبها الكثير تقارب ساعتها على الانطلاق. فريق متكامل من الغواصين العالميين والمحليين يتأهبون للحظة بلوغ أعماق خليج العقبة. بعد تجهيز المعدات اللازمة وتأكد من سلامتها واستعداد الفريق، يتجه القارب الآن نحو النقطة التي ستبدأ فيها عملية الغوص لمحاولة تحطيم الرقم القياسي هنا في خليج العقبة. بدأت رحلة الغوص إلى الأعماق بمشاركة 12 غواصا يسعون إلى الوصول إلى عمق 166 مترا لكسر الرقم القياسي في خليج العقبة. الغواص العالمي مارك إلييت كان من بين الذين جذبتهم هذه المغامرة التي استغرقت ما يقارب 4 ساعات تحت الماء. وبعد طول انتظار خرج الغواصون برقم تجاوز ما أعلن عنه سابقا. الوصول إلى الأعماق كان جميلا جدا، ووصلنا في الوقت المحدد وتمكنا من الغوص حتى 167 مترا. شهر ونص من رتب للغطسة هاي، والحمد لله يعني لنا آخر أسبوع تقريبا نتدرب عليها كل يوم. امبارح نزلنا تقريبا 80 متر، عملنا تقريبا نص المسافة. فريق 166.6 استطاع أن يسجل رقما جديدا بلغ 167 مترا في خليج يعد من أكثر الخلجان غنى بالثروة البحرية من كائنات وشعب مرجانية، سيما تلك النادرة التي تشتهر بها العقبة. وتأتي رحلة الغوص هذه بغية تشجيع السياحة وصناعة الغوص، بالإضافة إلى أهمية البيئة البحرية. خليج العقبة بالذات لأنه ما مسكر ومحفوظ، في عنده مرجان وعنده أنواع من الحياة البحرية وشفافية بالمية، يعني إشي، وهدوء المية إجمالا ودفء المية، يعني هذا كله بيكون بيخلق إشي جو كويس للغطاس اللي يجي ويتمتع في هالرياضة. القائمون على الفريق من جهات رسمية وغير رسمية يحاولون جمع التبرعات لدعم البيئة البحرية. وفي هذا السياق يقوم 100 غطاس بالمشاركة لتنظيف شعب مرجانية في مياه العقبة من أجل الحفاظ على هذه الثروة البيئية. غسان أبو لوز، العربية، خليج العقبة.